السلام عليكم. اذا غنحاولوا في هذا الفيديو هذا نديرو تصحيح التمرين 13 صفحة 54 من الكتاب ديال المسار الناس ديال الثانية اعدادي. اوكي، اذا قالوا لنا هنا عمل ثم احسب، صافي عمل عاد نحسبه ثم، صافي. اذا شنو هو التعميل؟ اذا شنو غنستعملوا؟ اذا كانت عندنا عاوتاني كانت عندنا واحد القاعدة، مثلا اذا كان عندنا واحد العدد ك في ا زائد ك في ب، فممكن نقولوا هي ك في ا زائد ب، شي عدد كيتعاود هنا فيهم بجوج، هذه كتسمى العمليه ديال التعميل. اذا هنا الا كتلاحظوا شكون اللي كيتعاود هنا في هذه العمليه الاولى؟ ها هو ناقص 4 على 3. اذا هذا هنا ناقص 4 على 3، عفوا ماشي على 7، 4 على 3 اللي كاتبين في التمرين. اذا الا كنلاحظوا هذا هو ك، هذا هو اللي كيتساوي، وبالتالي شنو غنمشي ندير؟ غندير ها هو ناقص 4 على 3، صافي. في شكون كاين هنا؟ ا، ها هو ا زائد ب هو 8، ثاني هي 3 على 7 زائد 8. اوكي، وغنحسبو دابا ملي كانوا اللي في هذه المرحله هذه غنحسبو عادي جدا. هذه بحال عندها في المقام واحد، غنحسبوا هادشي اللي كاين داخل الاقواس، غنوحدوا المقام هنا غنضربوا في 7، هذه في 7، وغتجيني هنا هي ناقص 4 على 3 في 3 على 7 زائد 56 على 7، هي ناقص 4 على 3، 3 زائد 56 هي 59 على 7. اوكي، اذا غتولي تجينا هي ناقص 4 في 59 على 3 في 7، الناقص غتبقى 4 في 36، 4 في 5 20، هذه 23، هذه 21، صافي. اذا هذه هي النتيجة النهائية ديال دي بالنسبه للعمليه اي. غنمشيو للجي. الجي عندنا جوج على خمسة في ناقص سبعة على ستة ناقص ثلاثة على عشرة في ناقص سبعة على ستة تساوي. إذا إلا كتلاحظو شكون كيتعاود هنا؟ هو ناقص 7 على 6. إذا ملي كنعمل بعد ناقص 7 على 6 هنا كتبقى لكم جوج على 5، شنو؟ وهنا كتبقى ناقص 3 على 10 تساوي. إذا غنوحدو دابا لهادو المقام هنا، بقى الموحد هو 10، نضربو هنا في جوج هنا في جوج، غتجينا هنا هي ناقص 7 على 6 عامل 4 على 10 ناقص 3 على 10، إيه هي ناقص 7 على 6، 4 ناقص 3 هي 1 على 10، ناقص 7 في 1 هي ناقص 7، 6 في 10 هي 60، صافي. دي فيما يخص العملية إي جي. ك، ك فيها هي ناقص، نرجع نكتبو أنا من الأول، ك تساوي ناقص 4 على 5 في 7 على 6 زائد 4 على 5 في ناقص 5 على 4 ناقص جوج على ثلاثة في ناقص أربعة على خمسة، أوكي، زائد ناقص أربعة على خمسة. مزيان، هادي شوية خصنا نبسطوها. هاد ناقص أربعة على خمسة خليها، إلا كنلاحظو هنا كاينة ناقص أربعة على خمسة، هنا كاينة ناقص أربعة على خمسة، وهنا كاينة، ولكن هنا ما كايناش، كاينة غير أربعة على خمسة. شنو غنمشيو نديرو؟ إذا هذه ناقص 4 على 5 خليها في 7 على 6،
زائد شنو هي الإشارة؟ هاد ناقص هادي ممكن ردوها هنا وغتولي عندي هنا ناقص 4 على 5 في 5 على 4 صافي، ممكن نردها هنا ناقص 2 على 3 في ناقص 4 على 5 زائد ناقص 4 على 5. شوف وهاد ناقص 4 على 5 راه بحال الا راه مضروبه هنا في واحد، دائما راه كيكون هنا واحد واحد ملي تبغي تعمل رد الباب. اذا غنجي نعمل، باش غنجي نعمل، اذا شكون كيتعاود هنا فيهم كامل؟ هو ناقص 4 على 5، ها هو صافي. اذا غنجي ندير ناقص 4 على 5، هنا اش كتبقى؟ كتبقى 7 على 6، هنا كتبقى 5 على 4 زائد 5 على 4، هنا اش كتبقى؟ ناقص 2 على 3، هنا اش كتبقى؟ زائد العدد 1، هادشي علاش قلت لكم خص ضروري داك الوحدي، ناقص 4 على 5، ومن بعد غنمشيو نوحدو المقام. إذا هاد الواحد بحال راها على واحد، شنو المقام الموحد هنا؟ 12، نضربو هادي في 2، هادي في 2، هادي في 3، 3 هنا في 4، هنا في 4، 12 حتى هنا في 12، غتولي تجينا هي 14 على 12 زائد 15 على 12 ناقص 8 على 12 زائد 12 على 12، دائما كاينة هنا مضروبة مضروبة، هي ناقص 4 على 5 في جمعهم في كسر واحد 12، جينا 14 زائد 15 ناقص 8 زائد 12 ناقص 4 على 5 في 14 زائد 15 هي 29، 29 إلا نقصنا منها 8 هي 21، 21 إلا زدنا عليها 12 هي 33 صافي، هي 33 على 12. إذا هي ناقص وغتجينا هنا 4، 33 شنو هي؟ هي 3 في 11 هنا 5، و 12 شنو هي؟ هي 3 في 4. إذا غنختازل هنا ب 4 وغنختازل هنا ب 3 وغتبقى لي هنا في الأخير ناقص 11 على 5، ونهاية حل 8.